السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومشاهداتنا وأيضا مستمعين عبر الإذاعة. حلقة جديدة من الصباح رباح ومواضيع منوعة ننقلها لكم اليوم، إن شاء الله تنال على إعجابكم. وصباح الخير يا نيلة. صباح النور نور وصباح هادئ وبداية جميلة ليوم جديد يعانق السماء بأمنيات، اللهم حقق لنا ما نطمح إليه بغربك. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين ومستمعين الصباح رباح. شلون كان صباحك اليوم؟ الحمد لله كله نشاط وحيوية، وخصوصا بعد احنا الحين في إجازة، يعني نقول إجازة أسبوع حق المدارس وما في ازدحام ولا شيء في السير. الطريق سالك لين الدمام وكان حلو الحمد لله. ومشاهدينا نسمع عودناكم مناديبنا متواجدين في مواقع مختلفة في الدوحة ليطلعونا على مواضيع متنوعة. في تنوع اليوم، في نص الأسبوع، في فقرات طويلة وفي مواضيع كثيرة نتكلم فيها اليوم. خلينا أول شيء نبتدي مشاهدينا مع دعاء الفياض ونشوفها في وين وبتكلمنا عن اللي بتقدمه لنا اليوم. صباح الخير يا دعاء. صبحك الله بالخير نور ونيلة، وصبحكم الله بالخير مشاهدينا. أنا اليوم في فندق المرقاب، وهو أقدم مجموعة فنادق سوق واقف الراقية والمميزة. طبعا فندق المرقاب مثل ما انتم ملاحظين يتميز بالوانه الدافيه، وطبعا تصميماته اللي ماخوذه من تصاميمنا العربيه الساحره والتقليديه. طبعا اليوم يتميز هاي الفندق كذلك بخدماته اللي يقدمها للناس، يجذب فيها الناس والزوار والسياح، بالاضافه الى انه ما ننسى رجال الاعمال. هناك العديد من الخدمات اللي مقدمه مثل قاعات المؤتمرات والندوات وغيرها، بالاضافه انه في هاي الفندق كذلك مسرح الريان. بيكون لنا طلعتين اليوم، طبعا واحده منها مع الشيف من مطعم التراس، وبعدها بيكون عندنا او قبلها بيكون عندنا الجرايد. بنرجع لكم في طلعه ثانيه ان شاء الله مع الجرايد. يعطيك العافيه يا دعاء، واكيد راجع لك مره ثانيه. والحين راح ننتقل بعد عند نديبنا حمد الفياض. صبحك الله بالخير يا حمد، وكلمنا عن اللي عندك اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير خواتي في الاستديو، صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. طبعا انتم شايفين المنظر جميل جدا، مثل ما تفضلتي اختي نيلة، احنا في اجازة المدارس وفي نص الاسبوع، واحنا بدينا الاجازة بدري، ولكن احنا معاكم اليوم من منتجع سيلين استكمالا لحملة كلنا نشوفك في فقرة تفتيشية على المطابخ الخاصة بالمنتجع. ومثل ما عودناكم كل يوم بنقول لكم معلومة صغيرة عن هذا المنتجع. المنتجع تأسس 1995 ويعتبر من أقدم المنتجعات اللي موجودة في دولتنا العزيزة قطر، وكلنا مر عليه وكلنا شافه. طبعا ما شاء الله عليهم كتارة هوسبيتاليتي، دائما يحاولون يجددون فيه ويوجدون في اماكن جديده، في حوالي 40 شاليه، 20 للعائلات و20 للشباب، وفي اكثر من 27 غرفه متواجده في الفندق من داخل. طبعا في مطاعم بالداخل، وفي مطعم في حمام السباحه للعوائل، وفي مطعم في حمام السباحه للشباب. طبعا الجو شوي فيه شمس ولكن في نسمه هواء. احنا مستعدين بعد الفقره ان شاء الله بنروح نطب شوي ونستمتع في البحر، ولكن بيكون معانا فقرتنا اليوم من منتجع سيلين الحمله التفتيشيه الخاصه بكلنا نشوفك. انتظرونا ان شاء الله. نحن بانتظارك يا حمد عشان نشوف هاي الحمله، وراح نرجع لك ان شاء الله في سياق الحلقه. مشاهدينا من سيلين خلونا نروح لوزاره الاوقاف عند نديبنا سعود المعاضيد. صبحك الله بالخير يا سعود، وقول لي شنو عندك اليوم. يا مرحبا ومسهلا يا نيلة ونور، أصبح عليكم بالخير وأصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. طبعا مثل ما قلت أنا موجود في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. احتفت الوزارة بخريجي الدورة القرآنية الأولى للأمة القطريين، واللي شارك فيها حول 30 إمام. طبعا بنرجع لكم بعد شوي مع ضيفنا وبنتعرف أكثر على هذه الدورة والخريجين اللي كانوا مشاركين فيها. إن شاء الله راح نرجع لك مرة ثانية ويعطيك العافية يا سعود. وبالفعل يعني نفس ما طلعنا مع مناديبنا دعاء وحمد وسعود، يعني مقدمين لنا اليوم مواضيع مختلفة ومتنوعة. يعني شوفي فندق المرقاب صدق أجواء كثير حلوة، وعندنا حمد في سيلين مستمتع بعد DTL بيروح يطب في البحر. زين. وعندنا سعود في وزارة الأوقاف عند الأمل جدا مهم. أكيد. يعني هاي المواضيع المتنوعة اللي إن شاء الله راح نتناولها اليوم مع المشاهدين ومع ندبائنا إن شاء الله. مشاهدينا خلونا نبدأ في البداية من مكتبة قطر الوطنية، حيث نظمت جولة حصرية لوسائل الإعلام لاستكشاف كنوز مجموعة التراث العربي والإسلامي والمعرض الخاص بموقع الزبارة الأثري. كاميرا قناة الريان رافقت الإعلاميين في هالجولة التاريخية. اليوم طبعا اجتمعنا في المكتبة التراثية أو المجموعة التراثية لتسليط الضوء عليها بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث يوم 18/4 اللي يصادف يوم الجمعة. المجموعة التراثية طبعا هي القلب النابض لمكتبة قطر الوطنية، تحتوي العديد من المخطوطات والكتب التراثية والخرائط القديمة النادرة. يوم الخميس راح نعرف الناس، راح يكون في جولات تعريفية إن شاء الله ابتداء من الساعة 1 وكل ساعة، فأي واحد من الزوار إن شاء الله راح يتمتع بهاي الجولة ونقدم لها المجموعة المميزة. طبعاً هاي يتفق مع رسالة مكتبة قطر الوطنية اللي هي نشر المعرفة وتنمية الإبداع وتعزيز الابتكار والحفاظ على التراث من أجل المستقبل. طبعا مكتبة قطر الوطنية منظمة غير ربحية تحت مؤسسة قطر، وحاليا مشروع تحت الإنشاء، وإن شاء الله لما تفتح راح تكون هاي المجموعة القلب النابض للمكتبة في المبنى الحديث. نور، هاي المكتبة تحتوي يعني على 2400 مخطوطة، يعني بعضها من القرآن الكريم وبعضها من الأدب العربي. نعم. ونفس ما شفنا في التقرير هناك يعني كتب تاريخية وتتكلم عن تراث قطر. نفس ما قال القلب النابض وتراث قطر. خلينا نروح من المكتبة الوطنية مشاهدينا الكرام إلى سوق واقف، نروح لدعاء وجولة خاصة على أبرز عناوين الصحف اليوم. تفضلي يا دعاء. شكرا نور، ونبتدي صحفنا اليوم بجريدة الوطن وتحديدا في صفحة نبض الوطن، ومع أولى عناويننا مخطوطات توثق التاريخ القطري تعرضها المكتبة الوطنية. وفي الوطن نبض الوطن كذلك القطرية للسرطان تتكفل بعلاج 1100 مقيم. ووصلنا إلى الوطن الرياضي وعندنا تدشين أنيق لكأس قطر، بصمات رائعة في التصميم وبأيد قطرية. وفي الوطن والمواطن عدد المخيمات زاد على 2500. عمر النعيمي موسم التخييم الحالي الأطول في تاريخ قطر. وصلنا إلى الشرق وعندنا أولى عناويننا في الشرق 1000 مواطن أتموا إجراءات طلباتهم إلكترونياً، إطلاق حملة استخدام النظام الإلكتروني للاستغناء عن التأشيرة البريطانية. عندنا كذلك في الشرق أعلن عن الخطة العمرانية لمؤسسة قطر. جاسم تلفت إنجاز 60% من مشروعات المدينة التعليمية وخطة توسعية شاملة. عندنا في الشرق الاقتصادي دعوات لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها في مقصورة التداولات 81 مليون ريال، إيرادات بورصة قطر في 2013. في جريدة العرب وتحديدا في العرب الاقتصادي الهيئة تؤكد على عدم التسامح مع المخالفين، السياحة تبدأ العمل رسميا بقانون المعارض الجديد. وكذلك عنوان آخر في العرب الاقتصادي تسلمت 12 طائرة و787 دريم لاينز من أصل 60. القطرية ترفع عدد رحلاتها الأسبوعية لموسكو إلى 14. وأيضا في العرب الاقتصادي دشنت مسابقة للفوز بفرصة المشاركة المجانية، أريد تطلق دورات تدريبية كروية للأطفال مع سان جيرمان. وصلنا إلى الراية، وأولى عناويننا في الراية مقدمة من سمو الأمير الوالد لصالح وزارة الثقافة، 25 مليون دولار من قطر للنهوض بالمكتبة الوطنية في لبنان. وفي الراية في صفحة محليات، جامعة قطر تطرح 10 مقررات جديدة في برنامج المتطلبات العامة وتبدأ في خريف 2014. وصلنا إلى مقالنا اليوم وهو تحت زاوية بلا عنوان، واخترناه من جريدة الراية للكاتب سلمان الصليطي، وتناول فيه الإجازة الإضافية للمدارس والجامعات اللي تم تطبيقها ابتداء من أمس، معتبرا أن لابد من توظيف هذه الإجازة رغم قصر مدتها للاستمتاع في الكثير من الأمور المفيدة، وليس شرطا أن نقوم بالسفر للخارج. وتساءل الكاتب ما المانع من الاستمتاع بأيام الإجازة داخل وطننا الحبيب، وأن نبدأ بتشجيع السياحة الداخلية، خاصة مع وجود مهرجان سوق واقف والعروض الفنية العالمية التي تقام يوميا داخل السوق. وأشار الكاتب إلى أمور مفيدة أخرى غير السفر، لافتا إلى إمكانية استمتاع الأبناء في المراكز الشبابية المختلفة بالدولة، والتي يجب أن يكون لها دور هام وفعال في تقديم أفضل ما لديها من فعاليات وبرامج متنوعة ومتجددة تستطيع من خلالها جذب الأبناء والشباب إليها. هاي كان طبعا عناويننا لليوم، وهاي مقالي اللي قريته لكم من جريدة الراية. زميلاتي العزيزات أترك لكم التعليق على المقال في الاستديو. يعطيك العافية دعاء، وشكرا لك على هالمقال. وصحيح ما قالت الكاتبة أنه مش مجرد يعني الإجازة لازم نقضيها خارج البلد، في كثير من الفعاليات حق الكبار وحق الصغار. بعد سوق واقف يعني استضاف عروض وفعاليات من أنحاء العالم، يعني هاي أتاحت فرصة أكبر، غير الندوات للكبار، غير خارج سوق واقف في ندوات، في أنشطة، في مركز الشباب، مراكز شبابية، في أشياء كثيرة يعني الواحد ممكن أن يستغلها بدون ما ياخذ تذكره ويسافر برا ويقعد له يومين ولا 3 ويرجع. وهو اجازتهم اسبوع، يعني لو الواحد خطط من قبل الاجازه نقول بكم من يوم انه شو يسوي في هالاسبوع، فبيكون يعني تخطيط حلو انه يا يشارك في نادي او يشارك في مركز شبابي او حتى يعني يقرا له كتاب، بعد هاي شيء حلو من الانشطه. وفي خبر قالته دعاء يعني لفت انتباهي اللي عن الجامعه، اللي عرفت ان الجامعه هالمتطلبات اللي راح تضيفها في المتطلبات اللي موجوده في الجامعه راح توافق لرؤيه قطر 2030، فهاي يعني متطلبات بعد جديده، وراح تكون ان شاء الله يعني متطلبات سهله على طلابنا وطالباتنا. امين ان شاء الله. والناس ما نعرف ان جامعه قطر ما شاء الله كل ما يعني نقول كل سنه تقدم اشياء جديده وتفاجئ طلابها وطالباتها وتفيدهم بالفعل، يعني هاي تفيدهم، واللي يحصلون بعد على 33 ساعة مكتسبة من المتطلبات يحصلون بعد على شهادة البكالوريوس. وأتمنى إن شاء الله للكل التوفيق والنجاح. آمين إن شاء الله. مشاهدينا، المزيد من الفعاليات والأنشطة بتتابعونها ويانا في الصباح رباح ومباشرة مع مناديب قناة الريان. خلكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم.